بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. 10 أسباب لاستجلاب الخوف وزيادته في القلب. الخوف من الله عز وجل سبب لكل خير. الخوف معين للعبد على فعل الطاعة ويحول بينه وبين فعل المعصية، ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ومن دعائه سؤاله خشية الله عز وجل في الغيب والشهادة. وقد ذكرنا أمس 10 أسباب لاستجلاب الخوف في القلب، ذكرنا منها 5، واليوم نذكر 5 الباقية إن شاء الله. الأمر 6 الذي يستجلب به الخوف، وهو من أهم هذه الأمور 10، التفكر في النار وشدة عذابها وخطر شأنها. التفكر في النار وشدة عذابها وخطر شأنها وما أعده الله فيها للكفار والعصاة من عباده. والتفكر ليس يعني أن يقرأ الإنسان كلمات أو رسالة مثلا تتحدث عن النار وينتهي الأمر، إنما أقول التفكر، وأعني بذلك استحضار هذا المعنى في القلب وتكراره حتى تأتي الثمرة وهي الخشية من الله عز وجل. ولذلك قيل: إذا صح اليقين في القلب صح الخوف فيه. إذا صح اليقين في القلب صح الخوف فيه. فالمسلمون يؤمنون بوجود النار وأن الله عز وجل خلق النار، ولكن من الذي يدفعه هذا الإيمان إلى الهرب من النار؟ من الذي يدفعه هذا الإيمان إلى اتقاء عذابها؟ قلة، حتى وإن كانوا كثرة لكن يتفاوت الناس في ذلك. ولكن حتى الذي يشرب الخمر إذا سألته هل هو يؤمن بالنار وبوجود النار يقر بذلك، ولكن الخلل أنه ما يتفكر ولا يتصور ولا يتخلى ولا يتخيل ما أعده الله عز وجل فيها، ولا يكثر مطالعة ذلك، ولذلك ضعف الخوف ففعل أو فوقع في المعصية. يقول الله عز وجل عن النار مخوفا العباد منها: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. أي النار أعظم الكبر إنذارا، النار أعظم الكبر إنذارا. وقال بعض المفسرين: أراد أنها من بين الدواهي واحدة في العظم لا نظير لها، لا نظير لها. ولذا قال الحسن: والله ما أنذرت الخلائق بشيء أفظع منها، ما أنذرت الخلائق بشيء أفظع من النار. وقال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى. قرأ بعض السلف هذه الآية في سورة الليل وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فتوقف عندها وبكى، ثم بدأ السورة من أولها، ثم وصل إلى هذه الآية فبكى ولم يستطع أن يكمل السورة، بل قرأ سورة غيرها، إنه قد استشعر أن الإنذار موجه إليه شخصيا، ولذا كان التأثر. وقال تعالى: إن أنذرناكم عذابا قريبا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق، وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه. بأبي وهو أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة منها لما فيها من النكال والعذاب. أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، يقول ما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق لعلو صوته صلى الله عليه وسلم، وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه. وقد جعل الله عز وجل نار الدنيا تذكرة بنار الآخرة،
وتخويف بها، فقال نحن جعلناها أي نار الدنيا تذكرة. وكان جماعة من السلف إذا رأوا النار اضطربوا وتغيرت أحوالهم، وحق لمن نصح نفسه وأراد نجاتها من العذاب الأليم أن يؤثر فيه الإنذار والوعيد. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. جيء يومئذ بجهنم، يجاء بجهنم في ساحة الحشر لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. إذن وبحسبة يسيرة عندما تضرب 70,000 في 70,000 تطلع كام؟ كم مليار؟ 4 مليار. تخيل هذا الكم الرهيب من الملائكة، هذا الكم الرهيب من الملائكة يمسكون بجهنم والعياذ بالله تعالى، وهي قد تغيظت وشهقت إلى أهل الموقف كما سمعنا أمس في درس التوهم، غضبا لله عز وجل على العصاة. وكيف يكون حال من يلقى فيها إذن ولو كان لأيام معدودة؟ إن كثيرا من العصاة وربما منا يتهاون بأمر جهنم، وربما دار بعقله أنه يعني لو دخل النار أياما معدودة ثم دخل الجنة فالأمر قريب. لا والله ليس بقريب. أن يرى الإنسان فقط صور العذاب في النار هذا من أفظع ما يكون. يصب من فوق رؤوس الكفار الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد والعياذ بالله. يجاء بالماء الحار فيقدم للكافر، فإذا رفض أن يشرب وأن يتناول أخذه الملك وصبه من فوق رأسه والعياذ بالله تعالى، فتنصهر رأسه، تنصهر الجمجمة، ويحدث فيها ثقبا، وينزل هذا الماء الحميم إلى أمعائه فيأخذها وينزل بها من بين رجليه والعياذ بالله تعالى. وهذا هو ما زال حيا لا يموت فيها ولا يحيا. لو أنك رأيت هذا المشهد فقط ولم يفعل فيه كيف سيكون حالك؟ فكيف بمن يكون ليل نهار في النار والعياذ بالله تعالى، طعامه نار وشرابه نار ومهاده نار وفراشه نار وأنفاسه في النار والعياذ بالله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بهذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس لأحرقهم بنفسه. لو أن في هذا المسجد 100,000، تخيل 100,000 واحد وفيهم واحد بس طلع من النار اتحط في وسطهم، ومش النار اللي هي في جسمه هتحرق، لا ده تنفس بس، فتنفس لأحرقهم بنفسه والعياذ بالله تعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا. تخيل بقى 42 ذراع، غلظ الجلد، بس شوف الجلد انت بتمسكه دلوقتي كم ملي، غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد. وأحد حوالي 6 كيلو، تخيل ما يبقى ده الضرس بس والعياذ بالله. وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة، يعني ما يقرب من حوالي 500 كيلو. متخيلين؟ ما يبقى واحد الإقطاع بتاعه في جهنم، الملك بتاعه في جهنم، المساحة بتاعته اللي شغلها في جهنم 500 كيلو. 500 كيلو يعني من هنا للقاهرة ما يعملوش 300 كيلو، 200 وشوية. تخيل بقى لما يبقى 500 كيلو دول بس مجلس الكافر في النار، وكم في النار من الكافرين والعياذ بالله. ولذلك ابن المبارك رحمه الله يقول وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا، والموت ينذرهم جهرا علانية، لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا، والنار ضاحية لا بد موردهم، وليس بدون من ينجو ومن يقع، وليس يدرون من ينجو ومن يقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقى ولا تدع، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجع الرجع فما رجعوا، قد سال قوم بها الرجع يعني سألوا أن يرجعوا فما رجعوا. إذا كنت فعلا وحقا توقن بالنار وبعذاب النار، كيف يغلبك النوم عن طاعة الله عز وجل، خصوصا في أيام نحتاج أن نتقلل فيها من النوم؟
طوبى لمن فاز بدار التقى ولم يكن حصب النار، وويل من عمر دهرا ولم يرحم ولم يعتق من النار. يا أيها الناس خذوا حذركم وحصنوا الجنة للنار، فإنها من شر أعدائكم ما في العدا أعدى من النار. وأكثروا من ذكر مولاكم فذكره ينجي من النار، وعجبا من مرح لاعب يلهو ولا يحفل بالنار، يوقن بالنار ولا يرعوي كأنه يرتاب في النار، وهو بها في خطر بين لو كاس ما خاطر بالنار. لو كاس يعني كان من الأكياس. إن الألباء هم قلة فروا إلى الله من النار، وطلقوا الدنيا بتاتا ولم يلووا عليها حذر النار، وأبصروا من عيبها أنها فتانة تدعو إلى النار، فطابت الأنفس منهم بأن أمنهم من فزع النار، والله لو أعقل لم تكتحل بالنوم عيني خيفة النار، ولا رقى دمعي ولا علم لي أني في أمن من النار، ولم أرد ماء ولا ساغ لي إذا ذكرت المهل في النار، ولم أجد لذة طعم إذا فكرت في الزقوم في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزقوم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. قطرة واحدة تفسد على أهل الأرض المعايش، فكيف بمن يكون طعامهم؟ أي التذاذ بنعيم إذا أدى إلى الشقوة في النار، أم أي خير في سرور إذا أعقب طول الحزن في النار، ففكروا في هولها واحذروا ما حذر الله من النار، فإنها راصدة أهلها تدعهم دعا إلى النار، فليس مثلي طالبا حبة إلا المعافاة من النار، وطالما استرحمته ضارعا يا رب حرمني على النار، فأنت مولاي ولا رب لي غيرك أعتقني من النار، ولم تزل تسمعني قائلا أعوذ بالله من النار. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أعذه من النار، اللهم لا تدخله النار. وغمسة واحدة في النار ينسى بها أنعم أهل الأرض ما مر به من نعيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا رب، يقسم على أنه ما رأى نعيما وما مر به نعيم. فكيف ونحن لم نبلغ بعد أن نكون أنعم أهل الدنيا؟ كيف ونحن لم نبلغ بعد هذه الدرجة؟ ومع هذا، هذا الذي وصل إلى درجة أنه أنعم أهل الدنيا، عندما يصبغ في النار صبغة واحدة ينسى كل صور النعيم التي مرت به. فنعوذ بالله من النار، ونعوذ بالله من الغفلة عن النار. أحبتي في الله، الأمر ليس بالهين اليسير. إنها النار التي ما ليس من أذن سمعت أي صور من صور العذاب إلا لا يساوي أبدا ولا يشبه ما في النار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبكي أهل النار حتى تسيل الدموع على خدودهم، فتخط فيها مثل الأخاديد، يعني مثل الحفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إنهم لا يبكون بعد الدموع دما، والعياذ بالله، بعد أن تنقطع دموعهم يبكون بعد البكاء الدم، والعياذ بالله تعالى. فإن كنا نخشى على أنفسنا من النار فلنبكي ونحن هنا في الدنيا على أنفسنا، ولنبكي حذرا من النار، فإن العين التي تبكي من خشية الله لا تمسها النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور أيضا التي يستجلب بها الخوف، ويعني ما ذكرته طبعا عن النار إنما هي تذكرة، ويبقى أن نقرأ نحن عن وصف النار، نقرأ عن وصف النار ككتاب الدكتور عمر الأشقر الجنة والنار، أو كتاب ابن رجب الحنبلي رحمه الله التخويف من النار، أو غير ذلك. لا بد أن يكون عندك كتاب عن وصف النار وتديم الاطلاع فيه حينا بعد حين حتى ينتبه القلب لذلك الخطر العظيم. الأمر
السابع الذي يستجلب به الخوف أن يعلم العبد أنه قد يحال بينه وبين التوبة بموت مفاجئ أو فتنة مضلة أو غفلة مستمرة أو تسويف وإصرار إلى الموت. أن يعلم العبد أنه قد يحال بينه وبين التوبة بموت مفاجئ، يعني يموت قبل ما يتوب، يموت وهو مصر على المعصية، يموت غير تائب، أو فتنة مضلة أو غفلة مستمرة أو تسويف أو وإصرار إلى الموت أو غير ذلك من الشهوات والشبهات. وعندها يا حسرة من لم يتب، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. طب ليه عايز ترجع؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقد ذكرنا أمس حديث أو أول أمس حديث عرض الفتن على القلوب وكيف تنقلب القلوب وتتغير والعياذ بالله تعالى. فيا أيها الأخ الحبيب بادر التوبة من هفواتك قبل فواتك، فالمنايا بالنفوس فواتك. أعجب خلائق الخلائق محسن في شبابه فلما لاح الفجر فجر، آه لموسم فاتك لقد ملأ الأكياس الأكياس. ابكي على نفسك قبل أن يبكى عليك، وتفكر في سهم قد صوب إليك. وإذا رأيت جنازة فاحسبها أنت، وإذا عاينت قبرا فتوهمه قبرك، وعد باقي الحياة ربحا. تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتى، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. كثير من الناس في غفلة فإذا مات انتبهوا، الناس نيام وفي غفلة فإذا مات انتبهوا. فلنستغل أحبتي في الله هذه الأوقات المباركات الطيبات في توبة صادقة، في توبة نصوح، نعزم معها على ألا نعود إلى المعصية أبدا، حتى وإن عدت بعد رمضان، حتى وإن تكررت منك المعصية فباب التوبة لم يغلق بعد. والعودة إلى الله عز وجل وظيفة المؤمن ما دامت فيه الروح، لأن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الأمر الثامن الذي يستجلب به الخوف هو النظر في إهلاك الله للظالمين والعصاة. يقول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. أخذ ربنا أليم شديد، وإذا غضب سبحانه لم يقم لغضبه شيء قط. وفي قصص الأمم السابقين وبيان عاقبة أمرهم عظة وعبرة. وننصح بتدارس قصص الأنبياء، أن تجهز لنفسك شرحا لقصص الأنبياء الشيخ ياسر أو غيره، وتسمع هذه القصص وكيف كان فيها، وكيف فيها من العبر، وكم فيها من العبر والعظات، وكيف كان إهلاكهم. فرعون أخذه الله نكال الآخرة والأولى، وقال بعدها إن في ذلك لعبرة. وقال عن الأمم المكذبة فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا أحمد ابن أبي دؤاد القاضي المعتزلي الذي أحدث فتنة بالأمة، فتنة القول بخلق القرآن، بل وبسببه قتل من العلماء من قتل، وسجن من سجن. وكان ممن سجن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، سجن وعذب عذابا شديدا بالسياط حتى دعا عليه أحمد رحمه الله فحبسه الله في جلده، حبسه الله في جلده. فلما زاره عبد العزيز الكناني وعاده قال له لم آتك عائدا بل لأحمد الله أن سجنك في جلدك، والعياذ بالله تعالى. وهذا محمد بن عبد الملك الزيات الذي كان يتفنن في تعذيب علماء أهل السنة في أيام المحنة. قال عنه الذهبي، وأنه كان يقول بخلق القرآن، قال عنه الذهبي
كان يقول بخلق القرآن ويقول ما رحمت أحدا قط. الرجل المجرم ده ما كانش بيرحم حد من اللي بيعذبهم. ليه؟ يقول إن الرحمة خور في الطبع، يعني يقول لك إن الرحمة ضعف وأنا ما ينفعش إن أنا أكون ضعيف. فسجن في قفص، في قفص حرج جهاته مسامير، يعني حطوه في قفص وبقى في الجهات بتاعة القفص مسامير. فكان يصيح ارحموني، فكانوا يقولون له الرحمة خور في الطبيعة والجزاء من جنس العمل. ومن صور المعاصرين حمزة البسيوني الذي كان في زمان عدو الناصر عبد الناصر عليه من الله ما يستحق، فكان يعذب المسلمين ويمر عليهم وهم ينادون يا رب يا رب ويستغيثون بالله عز وجل، فيقول لو نزل ربكم لوضعته معكم في الحديد والعياذ بالله. انظر للكفر الذي وصل إليه هذا الرجل. فكان أن ركب سيارته وهو في الطريق إلى القاهرة أو الإسكندرية الطريق الصحراوي، فاصطدمت السيارة بشاحنة محملة بالحديد، فدخل الحديد دخلت أسياخ الحديد من صدره وخرجت من ظهره والعياذ بالله. فحملوه إلى المستشفى وحاولوا أن ينزعوا الحديد من لحمه فما استطاعوا، فقطعوا الحديد من الصدر ومن الظهر ودفنوه في الحديد ليلقى الله عز وجل يوم القيامة في حديده، لأنه كان يقول لو نزل ربكم لجعلته معكم في الحديد. وفيما نمر به في هذه الأيام عظات وعبر، فهؤلاء الرؤساء الظلمة الطواغيت الذين ساموا الناس سوء العذاب أذلهم الله عز وجل وشردهم وفعل بهم الأفاعيل، وكانت هذه لنا عظة وعبرة. نرى أقدار الله عز وجل أمامنا تتحقق، نرى دعوات المظلومين تستجاب، ففي ذلك عظة وعبرة ليحذر كل إنسان على نفسه. فلا أحد يستطيع أن يؤمن نفسه ولو كان رئيسا، فليكن توكلك على الله واستعانتك به وحده وخوفك منه وحده ورجاؤك فيه وحده سبحانه وتعالى. وقد وضع لنا القرآن القاعدة إلى يوم القيامة، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فليكن لنا فيما سلف عظة وعبرة، فإن من لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره، من لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره. أنت ترى العصاة وكيف يموتون، هذا يقطعه القطار لأنه كان مدمنا، وهذا يموت بكأس خمر والعياذ بالله تعالى، وثالث يموت بحقنة المخدر، ورابع وعاشر، والأمثلة تتكرر صباح مساء. فلما تريد أن تسلك مثل هذا الطريق وقد رأيت خاتمته وعاقبته؟ نعوذ بالله من الضلال، ونسأله الثبات على الهدى. السبب التاسع الذي يغرس به الخوف في القلب تذكر التفكر في سوء الخاتمة، أو هذه ذكرناها، نقول السبب التاسع سماع الموعظة من صاحب القلب الصادق العالم الرباني، سماع الموعظة من صاحب القلب الصادق العالم الرباني. يقول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال ابن الجوزي كانوا يتراسلون بالمواعظ لتقع المساعدة على اليقظة كصياح الحارس بالحارس. شوف كلامه حتى جميل ازاي، كانوا يتراسلون بالمواعظ، يبعثوا لبعضهم مواعظ، وهذه غابت للأسف، ليتنا نفعلها، تكتب موعظة وترسلها لبعض إخوانك وهو يفعل مثلك. كانوا يتراسلون بالمواعظ لتقع المساعدة على اليقظة، إنه يساعدك اللي انت تبقى صاحي، كصياح الحارس بالحارس، زي ما يبقى حراس واقفين والواحد لا صاحبه بينام ايه يديله صوت كده عشان ايه عشان يفوق. ووعظ يوما فقال إخواني عليكم بطلب الجنة، فإن النار وسط الكف، شهوات الدنيا مصائد تقطع عن الوصول، فإذا بطلت الشهوات بحلول الموت أحس الهالك بما لم يكن يدري، كما أن خوف المبارز يشغله عن ألم الجراح، فإذا عاد إلى المأمن زاد الألم، فإذا مات انتبهوا. وإذا شيعتم الجنازة فقد سمعتم نذيرا بلا صوت،
كم شيعتم قريبا ورميتموه سليبا وتركتموه غريبا وأسمعكم من الوعظ عجيبا ثم قست قلوبكم والحازم لا يترك الحذر حتى يصل المأمن. وفي الروح لابن القيم: ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. قال ابن القيم: اشتري نفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضاعة رخيصة وسيأتي على تلك السوق يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير ذلك يوم التغاب يوم يعض الظالم على يديه. ولذلك ننصح أحبتي بسماع المواعظ التي تتكلم عن الموت والقبر والقيامة والحشر وغير ذلك. للأسف كثير من الإخوة وللأسف ومن الملتزمين ينظر إلى هذه بعين يعني الاحتقار والتقليل من شأنها ويقول هذه مواعظ وأهم شيء أن نتعلم مثلا العلوم الشرعية. هذا مطلوب بلا شك، ولكن لا تترك قلبك بغير الموعظة، تحضر المجالس التي فيها وعظ وتسمع المواعظ وتقرأ أيضا في كتب الرقائق الكثيرة ككتاب التذكرة لابن الإمام القرطبي وكتاب وصف النار كما ذكرنا وكتاب ابن القيم في وصف الجنة حادي الأرواح وغير ذلك. وقد جمع الدكتور سيد العفاني حفظه الله الكثير من المواعظ في كتبه، ولذلك لابد أن يكون لك درس تواظب عليه وتديمه في أمر المواعظ والرقائق. وأنتم تشعرون هذه المجالس التي نجلسها سويا يشعر الإنسان فيها ربما برقة القلب وتكون الدمعة قريبة، فإذا استمرت هذه المواعظ معك بعد رمضان يكون أثرها طيبا إن شاء الله تعالى. ولكن مع ترك المواعظ والدروس تكون تدب الغفلة إلى القلوب وينسى الإنسان شيئا بعد شيء فيقع في المعصية والعياذ بالله تعالى. السبب الأخير من أسباب استجلاب الخوف للقلب، السبب الأخير مجالسة الصالحين ومطالعة سير السلف. مجالسة الصالحين ومطالعة سير السلف. مجالسة الصالحين سبيل من سبل زيادة الإيمان. مجالسة العلماء العاملين وسمع المواعظ منهم يؤثر في قلب العبد. والصاحب ساحب والمرء على دين خليله، فإذا صاحبت إنسانا دوما يذكرك بالله وباليوم الآخر أثر ذلك فيك وفي قلبك، وإذا صاحبت إنسانا غافلا أثر ذلك فيك ولا بد. ثم أيضا مطالعة سير السلف ودوام النظر فيها، مطالعة ما ستره العلماء عن السلف وعن الصحابة وعن الصالحين في الخوف من الله عز وجل. هذا عمر رضي الله عنه كان يقول: لو مات جمل ضياعا على جانب الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه يوم القيامة. وهذا غيره من السلف، وهو الإمام أو الصحابي مطرف بن عبد الله الشخير كان يقول: لو أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يخيرني أفي الجنة أنا أم في النار وبين أن أصير ترابا لاخترت أن أصير ترابا، خوفا من الله عز وجل. وهذا مالك ابن دينار رحمه الله كان يقول: لو استطعت ألا أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم، مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم، ولو وجدت أعوانا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها: أيها الناس النار النار، يعني يحذر الناس من النار. وقال رحمه الله: لقد هممت إذا مت آمرهم أن يقيدوني ويغلوني. بيقول مالك: أنا كنت هميت إن أنا لما موت أقول لأهلي يعملوا فيا إيه، يربطوني كده بحبل، يقيدوني ويغلوني، ثم ينطلق بي إلى ربي كما ينطلق بالعبد الآبق إلى سيده، العبد العاصي يعني. وقال مالك أيضا: بينما أنا أطوف بالبيت إذا أنا بجويرية متعبدة، بنت صغيرة، فتاة صغيرة، طفلة تقريبا، متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: يا رب كم شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعاتها، يعني المعصية التي فعلناها ذهبت اللذة ولكن بقيت التبعة، بقي أثرها في القلب، ربما تحاول أن تزيله في هذه الأيام وأنت في جهد جهيد بسبب ذلك، تحاول أن تنظف قلبك منه وأنت في جهد جهيد، تحاول أن تنسى هذه المشاهد ولكن أنت في جهد جهيد، ليتك ما عصيت.
ولكن طلب التوبة وإن كان يسيرا لكن بحسب صدق الإنسان فيها. كم من شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعاتها، وتقول يا رب أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار، أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار. يقول تكررها وتبكي، فما زالت وما زالت في مقامها حتى طلع الفجر. فلما رأيت ذلك وضعت يدي على رأسي وقلت ثكلت مالكا أمه، ثكلت مالكا أمه. وكان عطاء السليمي رحمه الله وجدوا بين يديه ندوة قدر ما يتوضأ الرجل، فأخبروه أن ذلك من دموعه، وكان يبكي حتى خشي على عينيه. فأتي بطبيب يداوي عينيه فقال أداوي بشرط ألا تبكي 3 أيام، فاستنكره وقال لا حاجة لنا فيك. تخيل يشترط عليه ألا يبكي 3 أيام، فكيف بالشهور التي تمر بغير بكاء من خشية الله؟ وقال بكيت على ذنب 40 سنة، بكيت على ذنب 40 سنة. يقول صدت حمامة، الذنب ده كان إنه اصطاد حمامة، وإني أحمد الله إليكم تصدقت بثمنها على المساكين، لأن الحمام كما نعلم مملوك، يعني هو يخشى أن تكون مملوكة لأحد، ومع ذلك يتصدق بثمنها ويظل ذاكرا ذنبه 40 سنة. وكان رحمه الله يضرب بيده فزعا إلى أعضائه يتحسسها مخافة أن تكون قد غيرت خلقته، يعني هو قاعد كده يقعد يحسس على جسمه يخاف أن يكون اتمسخ عقوبة من الله عز وجل. وهذا الفضيل ابن عياض وابنه علي، كان الرشيد يقول ما رأت عيناي مثل الفضيل ابن عياض، دخلت عليه وقد دخلت عليه فقال يا أمير المؤمنين فرغ قلبك للحزن والخوف حتى يسكناه فيقطعاك عن معاصي الله ويباعداك من عذاب النار. وقال إبراهيم بن الأشعث كنا إذا خرجنا مع الفضيل في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي حتى لك أنه يودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة، حتى يبلغ المقابر فيجلس فكأنه بين الموتى جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم ولكأنه رجع من الآخرة. وأما ولده علي فيروى أنه مات بسبب آية من كتاب الله عز وجل. قال الفضيل بكى علي ابني، بل كان بعض العلماء يقول علي أفضل من الفضيل، بكى علي ابني فقلت يا بني ما يبكيك؟ فقال أخاف ألا تجمعنا القيامة، أخاف ألا تجمعنا القيامة، يخاف أن يذهب به إلى النار ويذهب بأبيه إلى الجنة. وقال الفضيل أشرفت ليلة على علي وهو في صحن الدار وهو يقول النار، ومتى الخلاص من النار؟ وقال لي يا أبا سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة، سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. ثم قال لم يزل منكسر القلب حزينا. ثم بكى الفضيل بعد أن مات وقال كان يساعدني على الحزن والبكاء، ثم قال يا ثمرة قلبي شكر الله لك ما قد علمه فيك. أما الآية التي مات عندها علي فهي قول الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فلما بلغ هذا الموضع مات. وكان إبراهيم بن بشار يقول كنت في من صلى عليه رحمه الله. أحبتي في الله سير السلف حافلة بمثل ذلك، كما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وغيره من الكتب كصفة الصفوة والحلية مع بعض التهذيب والتنقيح وانتقاء ما يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الأسباب 10 أحبتي في الله وغيرها نستجلب الخوف من الله عز وجل. وكما ذكرت لكم هذا واجب يدوم مع الإنسان طالما كانت فيه الروح. هذه الروشتة التي وصفناها لاستجلاب الخوف نحتاج أن نترجمها ونطبقها ونداوم على أخذ هذا الدواء طالما كانت فينا الروح. وغدا إن شاء الله تعالى موعدنا مع عبادة جديدة من عبادات القلوب بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا سليمة وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.